شيخ في بعض الضباط الآن يقول عن بعد في بلد آخر، كذلك بعض الناس شيخ حصن أبناءه وهو بعيد في بلد آخر. الأخ يقول في رقاط يرقون عن بعد، يرقون عبر الهاتف أو يرقون في أماكنهم وفي غرفهم، يقول نقصد فلانا، وهذا لا أصل له، وإنما هو من بدع المعاصرين، وهذا من توسع الرقاة، ومثل هذا لا ينفعهم ولا يغني عنهم من الله شيئا، لأن الرقية تكون للمباشر ولا وجه لرقية البعيد الذي لا يراك ولا يشاهدك. كذلك الرقية عبر الهاتف هي غير مشروعة، والتأثر الذي يوجد ليس لأجل الرقى، لا من أجل القرآن، فالإنسان لو وضع التسجيل على أذني وفيه مس تأثر لأجل القرآن، لا لأجل الرقى. ولا ينبغي التوسع في الرقى، إن الناس اليوم يتوسعون كثيرا في الرقى، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، خرجه مسلم في صحيحه، وهذا لا دلالة فيه، لأنه لو كان هذا دليلا على أفعالهم لكان هذا دليلا على جواز البدعة، لأن النبي قال ما لم تكن شركة يعني ما دون الشرك جائز، وهو البدع وغيرها، وهذا لا قائل به، ولا يقول به أحد أصلا من أهل، ولا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم أصلا. فعلم أن المقصود أشياء خاصة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا تجنبوا هذا تجنبوا ذاك الشيء الآخر. فالرقى لا بد أن تكون بطريقة الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فلا وجه للابتداع في ذلك، ولا وجه لكثرة الاستحسان، لأن بعض الرقى تسبب مشاكل بين الأفراد، وتسبب مشاكل بين الأسر وبين العوائل. فيأتي الراقي يرقي المريض ويقول ماذا تتخيل، أو يضع يده على جبينه يقول ماذا تتخيل، مش تخيل، هل يخيله جبريل، هل يخيله شيطان من الشياطين ليوقع بينه العداوة وبين الآخرين. ولا ينفع الراقي بعض الرقاة يقول أسألك بالله أن تخيل في عين هذا المريض من عانى، ثم إذا سألت بالله استجاب الله دعاك وما يدريك عن هذا. هذا كله من البدع ومن المحدثات، من أسباب وقوع المشاكل في المجتمع. وأرد على هذا من وجوه، الوجه الأول أنه ما يدري أن الله جل وعلا قد استجاب قسمه. الأمر الثاني إذا تخيل وما يدري أنه قد تخيلا حقيقيا. الأمر الثالث أن هذا لعله هو الشيطان الذي قد تلبس به، هو الذي خيل له ذلك. الأمر الرابع أنه وجد في أرض الواقع، أنه يتخيل ثم يقول هو الذي عانك، فيقول هو أبي توفي منذ 30 عاما، أو أمي توفيت منذ 50 عاما. هذا موجود، وهذا موجود وبكثرة. إذن القضية ليست قضية من يصور له، قضية من يخيل له ذلك هو الشيطان. فإذا تخيله يخيله الشيطان حتى لو كان حقا. هذا يسبب مشاكل في المجتمع ويغر في الصدور، ولا يصح القول أو لا ينفعك القول تقول أنا أقول للمريض هذه أمور ظنية ولا تبني عليها، وإنما هذه أمور تبني على احتياطات وتحتاط من الآخر. هذا لا ينفع، المريض ما يعرف هذا. المريض يتعلق بما هو أوهم من بيت العنكبوت، ومجرد تقول للمريض احتط من هذا سوف يتخذ من هذا الاحتياط حقائق ومسلمات، خاصة النساء تكون بينها وبين ضرتها عداوة، أو تكون بينها وبين أخوات زوجها عداوة، ثم يرقي يقول من تتخيل الشيطان يكون حاضرا يخيل لها ضرتها أو أخوات زوجها، ثم ما ينفع بعد ذلك تقول احتاطي خوذي، هي تبني أن هذه حقائق لأن بينهم عداوة، وقد تأتي قرائن أخرى تقول هذا السحر أنا مسحورة. كثير من واقع الناس وواقع النساء تقول أنا مسحورة، ما بها سحر، إنما ذهبت لراقية جاهلة أو لراق جاهل رقى هذا فقال هذا السحر، وقد لا تكون فيها علامات السحر ولا أعراض السحر، إنما يبني على هذه الرقية التخيلية أو يبني على منامات
ورؤى وأحلام أو يبني على أمور لا حقيقة لها، ثم يؤجج الصراعات بين الأسر ويؤجج العداوات بأمور لا حقيقة لها، كان المفروض أن يوصي بذكر الله والتقوى ويتخلى عن الذنوب وعن المعاصي. وأكثر آثام هؤلاء ومصائب هؤلاء من الذنوب اللي في بيوتهم، النساء من التبرج ومشاهدة التلفاز والدشوش والقنوات الفضائية ومن الغيبة والنميمة والفري في العباد، وهذا الرجال من الذنوب والمعاصي، متى ما تابوا إلى الله جل وعلا ارتفع عنهم البلاء، كان المفروض أن يحس الظن بالآخرين ولا يؤجج والعداوات بين هؤلاء، وهذا عمل النمام، ليس هذا عمل المصلح، صار هذا مفسدا ما صار مصلحا، فأما الإنسان يحتاط من هؤلاء ويبتعد عنهم.